نظم موظفو قناة عدن الفضائية وبمشاركة عدد من الناشطين والحقوقيين اليوم نظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة القناة بالتواهي، وذلك احتجاجا على مصادرة البث الفضائي للقناة من قبل ما وصفوهم بالميليشيات المسلحة وعبر مركز التحكم بصنعاء، وكذا استخدام الشعار لقناة مزيفة باسم قناة عدن الفضائية حد تعبيرهم. المحتجون وفي بيان لهم طالبوا المنظمات الحقوقية والمدنية والأحزاب السياسية و كل المكونات الجنوبية المشاركة الفاعلة في الوقوف والتضامن معهم ضد ما وصفوه بالإجراء التعسفي، وطلبوا أيضا باستقلالية تلفزيون عدن بشكل كامل ليقدم الدور الحضاري والإنساني في المدينة وإعادة هيكلة الإعلام الرسمي في البلد. نحن نطالب حرية الإعلام، حرية الصحافة، بإعادة هيكلة الإعلام بحيث نكون قناة مستقلة ورسمية تلعب دورها الحضاري والإنساني في هذه المدينة، مدينة عدن. القرصنة الإعلامية التي أقدم عليها المسلحون في صنعاء على مبنى قناة عدن، هذا الأمر العريض. نستنكر هذا الشيء الذي حصل، وهذا أكبر دليل أنه عدم وجود دولة ولا يوجد نظام، وفين حقوق الإنسان، فين حقوق الحريات والرأي. ونحن بصفة نحن منظمات مجتمع مدني في محافظة عدن نستنكر هذا الذي حصل لقناة تلفزيون عدن.